شخصية، معاش، رزق، أولاد، حياة، كل شيء. لو ما فيش بدن ما فيش حاجة. صحيح. بالنسبة للمرأة في اليمن، أنت الآن مستغربة على المرأة الموجودة في ساحة الاعتصام في الجامعة وفي غيرها، كيف عرفت المرأة اليمنية؟ كيف؟ أوكي، إيش تكلم؟ شوف، مرأة اليمنية تمام، بس كلم ارحل 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 فوق الجامعة، تمام؟ من سويت هذا الجامعة؟ من جبتوا هذا يعني وسائل التعليم؟ تمام، 33 سنة هو هنا، هو ما سوي حاجة، تمام؟ كيف هذا كله دخلت في الجامعة ودرست ماجستير وبكالوريوس وكلام بالإنجليزي وفوق الميكروفون وكله، من جابت هذا وسائل التعليم؟ أنا ما أشوف بعد باقي لو كل رو إثيوبيا وصوماليا وكذا، شفت زي كذا حاجات، وحريم في حرة، في فريدم، في تعليم، في كل حاجات. ليش ما فكر بوزيتيف؟ ليش ما فكر ايجابي يعني؟ ليش كل مش كله هذا؟ ليش اشتي؟ من جابت هذا النيجاتيفيتي؟ من اللي جاب هذا السلبي، الاسلوب السلبي؟ من انا اشتي جمهور اليمني فكر هذا حاجه. من اشتي خرب البلاد؟ من اشتي جيب هذا حاجات غريبه؟ ومن قطع هذا كله حاجات؟ لو هذا واحد قطع ديزل، قطع بترول، قطع كهرباء، قطع الشوارع، قطع كله، هذا مخلص مع الوطن؟ لو مخلص مع الوطن اوكي، لو ما هذا كله اصل of you know the real thing of a human being is اخلاص، sincerity. يعني حقيقة الانسان هي اصلا الاخلاص والمصداقية، هذه حقيقة. حلو، اخلاص ما اي حاجة، ما وطن، ما اب، ما ام، ما اخوان، ما اخوات، ما اولاد. لو ما فيش اخلاص ايش فايدة الانسان؟ الرئيس سيعود ان شاء الله قريبا، ان شاء الله. تعتقدي كيف ينبغي او كيف تتمنى ان تكون اليمن، او كيف تتصوري ان تخرج اليمن من هذه المشاكل؟ مع الحكمة اليمني، لو انتم تجيب ناس مع الحكمة، مع العقل، مع المنطق، متعلمين، اجلس سوا اجتماع وبعد نفكر ايش حل لهذا المشكلة، تمام؟ ومخلصين، لازم مش اخلاص. ايوه لازم اخلاص، ضروري نية واخلاص ضروري. لو ما فيش نية صح ما في شغل تمام، لو ما فيش اخلاص ما فيش تفكير تمام. تمام، نية انما الاعمال بالنيات، تمام؟ لو نية واخلاص موجود، مشاكل مش مشاكل، فيها فكل مشكلة فيها، بس لازم فكر مع الوزدم، مع العقل، مع المنطق، ومع الحب الوطن، مع الاخلاص، ما فيش مشكلة. لو ان شاء الله ان شاء الله الرئيس يرجع ويجلس مع الناس متعلمين، علماء مخلصين، عفوا علماء مخلصين، مخلصين عفوا. بس انا شفته حتى هذا ازمة، حتى علماء بدون اخلاص، وكلم حاجة زي كلم قناة الكذابين. أول أنا ما شفت هذا حاجة في الدنيا، يعني في الأمر شفت علماء مخلصين ما أي مشكلة، بس عفوا الآن شفت حتى علماء بدون إخلاص. يعني تختصري شيء كبير وحاصل بشكل واضح لحفظ الوطن، يعني علماء مخلصين. أيوة. شافت علماء مش مخلصين. أيوة. في هذه الأزمة. أيوة. هذا الأزمة. السيف. أيوة. هذا إيه السبب؟ ولا مش عارف. والله مش عارف. إحنا والله أيوة. مش عارف. ولا مش عارف. ليش خربوا بلاد؟ أنا مش عارف. ليش سويت هذا كله حاجات؟ مش عارف. إيه السبب؟ كل يوم أنا أفكر. أصلاً أنا أكتب الكمبيوتر، أكتب الجرائد، وأنا إيش شاعرة كمان. واكتب كتاب حتى، تفكير كثير كله ايش هذا، وانا مدرسه، انا ادرس اولاد، وانا يعني درسنا كثير كثير هنا في اليمن اولاد، ومديره، وحب اولاد، واشتي ربي اولاد تمام، مال تربيه مال كذا. الان انا اقول اوه فين راح هذا التربيه؟ انا شغلت 20 سنه مال هذا التربيه، لا فين راح؟
أسماء كل شيء خربان خلاص كيف؟ في هذه الأزمان لماذا لم تفكري في مغادرة اليمن بصراحة؟ شوف ألين أنا شفته كله أجنبي خايفين وخرجت من جمل. أنا يمكن واحدة جلس هنا. ليش؟ أنا حب جمل، أنا حب الرئيس، أنا حب الناس الجمالين، أنا حب طلاب، أنا حب درس كله. أنا كلام أنتم محتاج. Maybe I can do more for you. ممكن تعمل أكثر مجنون يعني. لو أنا رجع باكستان في كثير ناس مال تعليم مال مدارس وكذا. هنا محتاج، يمن محتاج الناس كذا. عشان هذا جلست هنا. كل ما اشتيش خارج لو واحد اشتي حتى أنا ما اشتيش بس مش عارف ايش هسلو بعدين. حتى اصحاب كلم ليش انتي رو بكلم يمكن بعدين هسلو مشكلة. انا كلم مش مشكلة، كل شيء من الله، كل شيء من الله. انا مش خايف اي واحد انسان هنا في الارض، بس خايف الله. الله اكبر. والله واشتي يعني. كلم صدق واشتي موت زي صادق واشتي ألم كله هنا أطفال واشتي تربية وتعليم وأخلاق. تربية وتعليم وأخلاق، أيوة هذا أهم حاجة. مش ممكن أنا ما أفكر ولا عمر أنا شلو ابني برا وأكتب هنا إرحل وكذا وكلم كلم 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 إرحل جاء كتاب. اوكي انتم في مع مدايرة كبار كده، كيف دخلوا اطفال؟ كيف؟ مارتير هذا شهيد، هذا مارتير هنا تبغى شهيد. كيف؟ هذه التساؤلات مشاهدينا الكرام اليوم تعلمنا السيدة فرزانة وتعلم بعض القوى السياسية. يا ريت كنا بيشوفونا الان تعلم دروس في الوطنية كيف يحبوا بلدهم. وهي مش يمنية لكنها حبت هذا البلد، واليوم قالت كلام مهم أنا أدهشني. ما تكلمتش أنا وياها قبل البرنامج، تتحدث الآن بكلام أعتقد أنه وصل إلى قلوب كل الناس. يا ريت يوصل إلى عقول بعض قيادات المعارضة، لأنها تقول كلام مهم للغاية. لماذا لا نحب بلدنا؟ لماذا لا نكون مخلصين؟ لماذا لماذا لماذا؟ هي أيضا مصدومة إلى هذه اللحظة بحادث محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وهي مصدومة بالأزمة ككل. ولن أعيد ما تحدثت، هي تحدثت بلغة واضحة وبمفردات أيضا واضحة. 20 سنة يعني وجدها في اليمن. السطر الأخير حابة توجه رسالة لمن، أي حديث تحب تتحدثي به متاح لك في ختام هذا الحوار. يعني آخر حاجة اشتكلم مع الجمهور اليمني، لازم روح مع الصبر مع الفهم مع العقل. لازم أنتم رفع اليمن رف وش نزل ألين، ولا أنا شفته يمن نزلت تمام. أنا تفكير كله يوم أوكي بعد 5 سنين لو أي واحد كلم ليش أنت تجلس في اليمن كيف ليش ما رو دبي ولا كذا كلهم، ولا أنا هو بجمن ليش تجلس هنا ولا حتى ما حصلوا حاجة إيش تجلس هنا إيش تي كده. أنا مش مرتاح في أي واحد تاني مكان، حتى أنا رو باكستان أنا فكر أنا أجنبي في الباكستان. وألين لو ناس فكر مع الصبر ودعاء تينا دعاء إرجع رئيس خلي رو مع القانون. لو إشتي ما إشتيش رئيس أوكي مش مشكلة، لو أنتم كلم هذا صح رئيس 33 اشتي لازم خرج بس بطريقة أسلوب محترم وتمام مع القانون. وخلي ناس مخلصين جيبوا في الحكومة تمام عشان رفع اليمن أحسن من أي دولة ثانية. تتوقعي أنه بالإمكان أيوة. أنه تكون اليمن متطورة إمكان. أكثر لو ألين ناس فهم إيش مشكلة من لعب مع اليمن ألين تمام وخرج ناس مش مخلصين أيوة. وجيبوا كله مخلصين إن شاء الله 5 سنين شوف فين يمن. يا سلام عليك يا سلام. لو ما فيش صحيح اشتي يمكن 50 سنة رفع اليمن ثاني مرة لو هذا أزمة يعني if continue. يعني لازم اللي يلعب على اليمن اللي يخرب أيوة. يخرب. من خرب اليمن هذا يخرج من المعادلة اللي بيخرب البلد يعني أيوة. هذا ونجيب ناس عندهم حكمة
عندهم إخلاص حب للبلد وتعلمين. أيوة وما حب الوطن. يا سلام جميل. السيدة فرزانة علي جعفري شكرا جزيلا لك. وأنت لم تعودي ضيفة على اليمن، أنت أصبحت جزء من هذا الشعب ومن الأسرة اليمنية وهذا يشرفنا يعني. شكرا. بس أنا خايفة شوية عشان العربي، بس الحمد لله يعني فهمت كله جدا جدا. كان طرحك جميل وواضح، وشكرا جزيلا للسيدة. وإيش تكلم أي حاجة ممكن لو أنا سوي صاد عشان اليمن عشان رفع اليمن أنا موجودة. يا سلام. لا تعليق. مشاهدينا الكرام، أنا أشكر كثيرا باسمكم وبكل فرح وحب لوجود هذه السيدة معنا في الاستوديو ولوجودها وهي تعيش بيننا في اليمن، وأصبحت بالنسبة لنا مكلف حقا اللي لازم نحميها هي وزوجها وأسرتها. الأولاد موجودين؟ أولاد موجود، أنا ربيت أولاد هنا، درست هنا، موجودين، حتى أولاد كلهم الروب باكستان كلهم. لا 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 خلاص، أنا كله يمنيين. جميل. نعم، وهذا يشرفنا الحقيقة لأنها امرأة سيدة عظيمة وكريمة. خلف الكاميرا زوجك؟ لا أم لا. من؟ صباك المرافق اللي معها. احنا أيضا نحيي لأنه أيضا هو باكستاني. صح؟ باكستاني. باكستاني. حتى هو جلست هنا يمكن 25-26 سنة وهو اليمن. أنا ويجيت في البيت كلم مادام فين أنت رو كلم اشتيب عشان اليمن كلم لو بعدين أنا كلم حتى أنا إشتي كلم يمن تمام كله رئيس تمام كله شيء تمام ليش خرب ليش ناس إشتي خرب بلاد ولا حتى هو زي شوك الآن ليش شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام باسمكم للسيدة فرزانة علي جعفري التربوية القديرة. شكرا سيدة فرزانة. شكرا أيضا زميلي فؤاد اليماني. شكرا فؤاد. بس كانت خايفة شوية لو في مفردات حنحتاج الترجمة، إنما هي كانت منطلقة يعني. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لنواصل أيضا فقرة قادمة في حوار هذا المساء وضيوف الأستاذ ناشر العبسي والدكتورة إلهام مطهر والناشط الحقوقي المحامي محمد علي علي. وعهد سيف بنتي يزن وعهد سيف